بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمال موضوعنا فيما يخص الكهرومغناطيسية التطبيقية Applied Electromagnetics، سأتحدث في هذا الفيديو، سأشرح في حل سؤال أيضا يتناول المجال الكهربائي لموجة منتشرة Electric field for a propagating wave. إذن بها هذا هو السؤال، يقول ينتقل المجال الكهربائي على شكل موجة كهرومغناطيسية كما يلي. إذن هنا هذا وفق النموذج الحديث بعد معادلات ماكسويل، أن المجال الكهربائي electrical field على موجة كهرومغناطيسية electromagnetic waves يعطى على شكل هذه المعادلة. عندي E Z، عندي هنا direction، عندي بما أنه نتحدث نحن الآن عن direction Z positive Z negative، عندي بخصوص الزمن أيضا، عندي هذا الزمن تأثر بالزمن وفي المسافة كم هو معلوم بالزمن وبالمسافة. يقول لي عبارة عن 10 cosine باي times 10 to the 7 t أو باي ضرب 10 أس 7 t زائد باي زي على 15 زائد باي على 6 فولت لكل متر. إذا هذه وحدات، هاي وحدة المجال الكهربائي أو إحدى الوحدات التي يتعامل فيها في المجال الكهربائي. نحن نعلم، طالب الفيزياء يعلم أنه ليست هي الوحدة أو هذه ليست الوحدة الوحيدة للمجال الكهربائي. إذا هنا يقول لي حدد، طبعا معروف أن نيوتن كولوم. الآن يقول لي حدد اتجاه انتشار الموجة. إذا هنا نتعلم كيف سنعرف اتجاه انتشار الموجة. لاحظ بداية أشرع في الزمن هنا، لاحظ ما هو معامل التي، هذه هنا معامل التي، نقول معامل التي موجب، لها معامل موجب ومعامل هنا، يعني فقط معامل التي موجب ومعامل أيضا الزي المسافة موجب أيضا، نقول أيضا الزي كوفيشنت أيضا موجب. بما أن كلاهما موجب، نحن يعني نعرف أخذنا الصورة لها أنها كنا نقول بأنها باي باي تي ناقص مثلا، أو نقول تي ماينس أوميجا تي ماينس ناقص، لأن يعني كلاهما موجب. فإذا هذا معناه، هذا هذا أنها دليل أنها إلى أين تسير؟ وهذا جواب ألف، أنها تسير باتجاه زي السالب، يعني لو كانت بهذا الاتجاه هذا هو اتجاه انتشار، هذا هو انتشار الموجة. إذا هذه النقطة الأولى أحبتي، أنا أحل السؤال الأول، أو أحل المطلوب الأول من السؤال. إذا الآن المطلوب باء، إذا في باء طلب إلي في باء التردد، يعني طلبت إلي الفريكونسي. إذا في هذه الحالة لاحظ أن أعطيت لي في المعادلة الأوميجا كما تعلمنا في فيديوهات سابقة، أعطيت لي الأوميجا، هذه عبارة عن الأوميجا. إذا هنقول الأوميجا تساوي باي ضرب 10 7، أعطيت لي، ونحن نعلم أن الباي ضرب 10 أس 7 تساوي الأوميجا التي معروف أنها هي ماذا؟ هي 2 باي إف. إذا باي مع باي ذهبان مع بعضهما البعض، إذا هو الفريكونسي هنا التردد على 2 على 2، نقول بأن التردد يساوي إذا نصف نصف، نأخذ 10 نصف 10 5، ويبقى عندي 10 أس 6 5 ضرب 10 أس 6. طبعا بما أنها تردد ما وحدة هرتز،
إذن هذا هو التردد، وجدنا التردد الآن. الآن في جيم طلب لي الطول الموجي، طلب مني الطول الموجي في هذه الحالة. إذا بداية أنا سأقول بأن نحن نعلم بأن البيتا هنا تسمى البيتا، كنا نسميها مثلا في ميكانيك الكم نسميها الكي، أو هو العدد الموجي، نقول أنها عبارة عن 2 باي على لاندا تساوي. إذا لابد أن نرى كم هي تساوي، نعود إلى المعادلة في الأعلى. ها هو العدد الموجي هنا بيتا باي زي على 15، إذا نقول هي تساوي باي على 15. باي ذهبان هنا يبقى واحد بالضرب التبادلي، إذا نقول لاندا تساوي 15 ضرب 2 30 متر. إذا وجدنا الطول الموجي، إذا أخيرا وليس آخرا دال طلب إلي سرعة الطور، سرعة الطور الموجة. ما تعلمنا بأن اليو بي يساوي اف في لاندا، وعليه نستطيع أن نقول بأنها موجودة عندي اليو بي. اليو بي طبعا الاف عندي أعطيت لي 5 × 10 × 6 ضرب 30 بدون وحدات علمية، وحدات أوضحها أنا بالآخر. 5 × 0 = 7 × 5 × 3 = 15. يصح أن تقول عندي أنها 1.5 × 10 = 8 متر في الثانية، 1.5 سرعة الضوء. ها هي بهذه الصورة 1.5 × 10 متر في الثانية. إذا في هذا الفيديو أحبتي سرعة، أو أخذنا مجالا كهربائيا منتقل تحمله، مجال كهربائي تحمله موجة كهرومغناطيسية، تحمل الموجة الكهرومغناطيسية. طلب إلينا أن نجد بداية أن نحدد اتجاه انتشار الموجة، تلا ذلك أن نحدد التردد، استخدمنا فيه الأوميجا أو التردد الزاوي، معادلة التردد الزاوي، وخرجنا الثابت من المعادلة. طلب علينا أن نجد الطول الموجي، استخدمنا الثابت أو العدد الموجي في المعادلة أيضا من الثابت الموجود، ومن ثم في النهاية طلب علينا أن نجد سرعة الضوء، ولاحظنا أنها نصف سرعة الضوء. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.